وفي ليبيا أثارت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخاب رئيس الدولة أثارت سجالا سياسيا، حيث رفض المجلس الأعلى للدولة القانون وقال إنه مخالف للاتفاق السياسي. في المقابل رحب أعضاء في مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بالقانون وقالوا إنه خطوة في طريق إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. عقبة جديدة في طريق العملية الانتخابية، المجلس الأعلى للدولة يرفض قانون انتخابات رئيس الدولة الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. نحن لا ننازع مجلس النواب في سلطة الإصدار، لكن ننازعه في سلطة الإعداد. لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قانونا إلا بعد أن يتوافق فيه مع مجلس الدولة، لكن هو اليصدر. في المقابل أعضاء في مجلس النواب وملتقى الحوار الليبي رحبوا بالقانون داعين إلى تطبيقه لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم. القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس هو دستوري، لأن المشرع الوحيد في الإعلان الدستوري هو مجلس النواب، لا وجود لمجلس الدولة على الإطلاق في الإعلان الدستوري. أما بالنسبة لمجموعة الاتفاقات التي تسمى شرعية دولية، فاتفاق الصخيرات ينص في مبادئه الحاكم المبدأ الحاكم العاشر أن المجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومعنى مبدأ حاكم أن حتى في الاتفاق نفسه إذا وقع مخالفة تكون باطلة، الذي ينتصر هو المبدأ الحاكم. وبين هذا وذلك ظهرت آراء تقول إن من صلاحيات مجلس النواب أن يصدر قانون انتخاب الرئيس، ولكن الطريقة التي صدر بها القانون الحالي مخالفة للوائح والقوانين السارية. أعتقد بأن لا يمكن أحد أن يشكك في قانونية هذا القانون كونه صدر عن مجلس النواب، رغم أنه أتى بشيء من المخالفة، كون أن القوانين يتم التصويت عليها أولا ومن ثم تصبح نافذة ويتم تعميمها على الصحيفة الرسمية أو الجريدة الرسمية للعلم. يأتي ذلك وسط ترقب لإصدار مجلس النواب قانون انتخاب السلطة التشريعية في أقرب الآجال. وسط غياب واضح لملتقى الحوار السياسي الليبي، تعود الخلافات بين القوى السياسية الليبية لتطرح تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في ظل غياب توافق على القوانين الانتخابية حتى الآن. رأفت بالخير، الحرة، طرابلس. للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا من لندن عبر سكايب عبد الله الكبير الباحث في الشأن الليبي. أنا مرحبا بك معنا سيد عبد الله. بداية، ما حجم هذا السجال والخلاف في ليبيا اليوم حول قانون الانتخابات، وما هي مآلاته برأيكم على موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل؟ نعم، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. الحقيقة قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره رئيس مجلس النواب وأحاله إلى البعثة الأممية في ليبيا وإلى مفوضية الانتخابات أثار الكثير من الجدل. هناك بالتأكيد مؤيدون لهذا القانون ويرون أنه من أجل إجراء الانتخابات في موعدها لابد من القبول به، رغم مخالفته للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي ولقرارات مجلس الأمن ولقرارات مؤتمر برلين. بينما من جانب آخر هناك اعتراضات كثيرة عليه، وقد تتزايد هذه الاعتراضات في الأيام القليلة المقبلة إذا ما تشكلت جبهة عريضة من المعارضين من القوى السياسية المختلفة خاصة في غرب ليبيا. أعتقد أن هذا القانون سيعاد النظر فيه، وربما يضطر مجلس النواب إلى العودة إلى الإجراءات الدستورية والعودة إلى الاتفاق السياسي بإجراء بعض التعديلات وفقا للتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ثم التصويت عليه في مجلس النواب لأنه يحتاج إلى 120 صوتا. 22 نائبا أصدروا بيانا بالأمس أنهم لم يصوتوا على هذا القرار في جلسة. طيب سيد عبد الله، هل يمكن توضيح أكثر لأوجه المخالفة للاتفاق السياسي الذي تحدث عنه المجلس الأعلى للدولة رافضا قانون انتخاب الرئيس الذي أقره وصدق عليه البرلمان؟ نعم، باختصار عندما بدأت الأزمة السياسية في ليبيا صدر حكم الدائرة الدستورية الذي أبطل التعديل الدستوري الذي جاء به البرلمان. نعم. وكمخرج سياسي البعثة الأممية آنذاك برئاسة برناردينو ليون أبرمت اتفاقا سياسيا أنشئ بموجبه مجلس النواب من جديد، وعاد المؤتمر الوطني في شكل المجلس الأعلى للدولة.
الاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات ينص في المادة 23 على أنه في شأن قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور تشكل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتوافقان فيها على صيغة القانون، سواء قانون الانتخابات أو قانون الاستفتاء على الدستور، ثم بعد ذلك يقوم مجلس النواب بالتصويت عليه، ووفقا للإعلان الدستوري ينبغي أن يحصل على 120 صوتا حتى يصبح قانون ساري المفعول ويتم اعتماده. أيضا قرار مجلس الأمن رقم 25-42 يطالب البعثة بتعزيز استمرار العمل بالاتفاق السياسي، وكذلك ملتقى برلين يؤكد على العمل واستمرار العمل بالاتفاق السياسي. هذه هي كلها النقاط الجدلية التي تجعل المجلس الأعلى للدولة. طيب السيد عبد الله، هل يمكن برأيكم أن يتكرر سيناريو هذا الخلاف يعني بعد إصدار البرلمان لقانون الانتخابات أو انتخاب السلطة التشريعية قريبا؟ لا أعتقد أن قانون انتخاب السلطة التشريعية سيكون محل خلاف أو جدل. على لماذا؟ لأن الدوائر الانتخابية ربما لن تعدل، وتقريبا سيكون مشابه للقانون الذي جاء بالبرلمان الحالي، نفس القانون تقريبا الذي جاء بالبرلمان الحالي سيعدل فيه قليلا ويعتمد، لن يكون عليه جدل. الجدل هو على الانتخابات الرئاسية. أصلا هناك من لا يريد انتخابات رئاسية ويرفضها في هذه المرحلة ويرى أنها ستزيد الانقسام، ويدعو فقط إلى انتخابات تشريعية، وتترك الانتخابات الرئاسية حتى يتم التوافق على مشروع الدستور. ومع القبول بالانتخابات الرئاسية تطالب القوى السياسية الأخرى، تطالب عقيلة صالح بعدم تجاهل الاتفاق السياسي وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القانون. طيب سيد عبد الله، هناك بيان صادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في ليبيا، ودعا إلى التحضير وتسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. برأيك إلى أي حد يعتبر هذا البيان دافعا وضاغطا ربما على السلطات في ليبيا لإقامة الانتخابات؟ نعم، هذا البيان يشكل ضغط قوي. نعرف أن هذه الدول وعلى رأسها أمريكا تقف بقوة وراء الانتخابات، وترى أنها مخرج للأزمة السياسية وتوحيد للسلطة التشريعية في ليبيا، وصولا إلى حلحلة باقي الملفات مثل القوات الأجنبية والمرتزقة وانتشار السلاح. هذا البيان يشكل ضغط قوي، وأعتقد أن البيان يشير بشكل واضح إلى أنه فات وقت التوافق على قانون الانتخابات، ويدعو بين السطور، يدعو القوى السياسية إلى التعاطي بإيجابية مع القانون الذي أصدره عقيلة صالح وإجراء اللمسات الأخيرة، أي التعديلات المطلوبة عليه، بحيث يبدد كل مخاوف القوى السياسية حتى تمضي العملية قدما وتجرى الانتخابات في موعدها. يعني سريعا، هل تتوقعون إذن أن تقام هذه الانتخابات بالفعل في موعدها 24 من ديسمبر المقبل؟ لا، الحقيقة أنا لا أتوقع أنها ستجرى في موعدها، لأنه إذا فعلا تشكلت جبهة عريضة في غرب ليبيا ورفضت هذا القانون، ورفضت حتى إدخال التعديلات عليه، وطالبت رئيس مجلس النواب بالعودة إلى المجلس الأعلى للدولة والتوافق معه واتباع الإجراءات الدستورية في إصدار القانون، فهذا يتطلب المزيد من الوقت، وبالتالي ربما لا تجرى الانتخابات في الموعد المحدد. كل الشكر لك سيد عبد الله الكبير، الباحث في الشأن الليبي، كنت معنا عبر سكايب من لندن على المشاركة معنا في هذه النشرة.